أعلنت دار ديف جي أوروم العريقة لصناعة المجوهرات عن تنظيمها لحدثها السنوي الأبرز وهو أسبوع العرائس، والذي عقد في الفترة من 19 ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري. أسبوع العرائس دائما ما تشهد إقبالا كبيرا، وهذه الفعالية مشوقة بالنسبة لنا كوننا نشارك تصاميمنا الراقية مع جمهور مثقف والذين نتطلع إلى تفاعلهم الإيجابي. مجموعة واسعة من أضخم المجوهرات العرائسية المصممة على أيدي أمهر المصممين العالميين بانتظار العرائس في هذا الحدث الرائع الذي يتيح الفرصة للعرائس للتزين بأرقى المجوهرات التي تمزج بين أحجار الألماس الكريمة من جهة والأحجار الكريمة ذات الألوان الخلابة من جهة أخرى، أو بين أحجار الألماس الكريمة والذهب الأبيض الراقي من جهة أخرى.